بسم الله الرحمن الرحيم، معكم اخوكم نور الحائي من ارض الممنوعات، معرض غصن زيتون. النهارده بنسلم عربيه سوزوكي فان موديل 2017 حته من الممنوعات. بنسلم النهارده عربيه فابريكه بره وجوه للاستاذ محمد اللي مشرفنا من منطقه العبور بمحافظه القليوبيه. حابين بس نعرف رايه في المعامله بتاعت الناس اللي موجوده داخل المعرض ورايه في العربيه. اول حاجه رايك في العربيه؟ والله الناس يعني انا بسم الله ما شاء الله سمعتهم زي الجنيه الذهب، والله ناس محترمه وعربيه الله اكبر. يعني عربيه فيها غلطه؟ لا والله بسم الله ما شاء الله الله اكبر. يعني رخصه 3 سنين؟ رخصة 3 سنين وعربية خدمة الله أكبر. يعني شغالة معاك بنزين وغاز؟ بنزين وغاز وكل حاجة تمام. تمام أوي، خدت مكنة وعفشة كل حاجة وعفشة والله كله تمام. تمام أوي، فاضل يا حاج محمد. الناس اللي بتتابعنا دلوقتي يا حاج محمد، تحب تقول لي ما يعني المعاملة والمكان اللي أنت والناس؟ بسم الله ما شاء الله، أنا أول مرة أجي هنا المعرض، وبسم الله ما شاء الله خدمة ممتازة، عملاء تمام، خدت حاجة كويسة وربنا يصلح الحال. تمام يا ان شاء رب العالمين. طب ايه رايك في المعامله بتاعت الناس؟ لا تمام، كلهم ناس زي الفل وناس كويسه ومعامله تمام. نقيت اللي انت عايزه؟ ونقيت اللي انا عايزه براحتي واتفرجت براحتي ومفيش اي حاجه، وخدت الحاجه اللي انا عايزها والحمد لله. خدت راضي عن المكان الحمد تمام لله؟ تمام زي الفل، والله لك الحمد والشكر، ومفيش اي صعوبات قابلتنا وكده. في النهايه بنتمنى من ربنا نديك خيرك وفيك شر ان شاء رب الله. العالمين، اللهم امين. لنا وللناس كلها، لنا وللناس كلها، ومتشكر لحضرتك. عفوا يا باشا.